قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن المرجعيات الدينية والمسؤولين في القطاع الصحي يدرسون إمكانية فتح المراكز الدينية كالمساجد والعتبات المقدسة، مضيفا أنه في حال ارتفاع السيطرة على انتشار فيروس كورونا سيكون بالإمكان فتح المراكز الدينية. وفي جلسة للمركز الوطني لمكافحة كورونا أشار روحاني إلى تقارير وزارة الصحة بشأن التوصل إلى نتائج مرضية في السيطرة على انتشار فيروس كورونا، معتبرا النتائج تبعث على الفخر والاعتزاز. يأتي هذا بينما تتحدث مؤشرات عن أن إيران على ما يبدو بدأت الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث أفادت اللجنة الوطنية لعلم الأوبئة في المقر الوطني لمكافحة فيروس كورونا في إيران بأن رفع القيود وإعادة فتح الأعمال زاد من وتيرة انتشار الفيروس في 9 محافظات، كما أدى إلى بدء ذروة جديدة في محافظتين. ورجح رئيس المقر في طهران أن تشكل أنشطة متاجر المواد الغذائية من الإفطار حتى الفجر عاملاً رئيساً لانتشار الفيروس، وقال إن رؤية حضور عدد كبير من الأشخاص في المنتزهات وأماكن الترفيه قد تكون لذلك عواقب وخيمة. إلى ذلك أكد عالم الأوبئة الإيراني مسعود يونسيان إن إحصائيات الفيروس الفعلية أعلى بـ20 مرة من المعلنة، موضحاً أن 20% من الحالات تبقى في المستشفيات ويتم اختبار نصفها فقط. وقبل قليل أعلن المتحدث باسم الصحة الإيرانية ارتفاع وفيات كورونا في البلاد إلى 5650 حالة، والإصابات إلى قرابة 90,000 حالة، منهم أكثر من 3,000 شخص في حالة حرجة.